السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقد كذبوا بربهم ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. قُلْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم سالمون. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أبغض الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء والأرض إذا كنت أتاكم على أمر الله مرجع من أهرب الذي
المؤمنين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب من بعد أن يفتقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن أصيب ربي عذاب يوم عظيم ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا
فإن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم يرضى بالسرور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتذكر بالأصنام الآلهة التي أراك أخاك في ضلال مبين وكذلك السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جهدت عليه الليل وعقبتها قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة فإن يكفر بآبائنا ولو كلا يا قومنا
بهذه كافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه تهتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلوه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذروا في قومهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالله ويؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أبلغ ممن ادعى على الله كذبا أو قال ألقي إلي ولم يلق إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب على الله غير الحق وقوة عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرعونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما طولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالق الإسماك وجعل الليل سكنا والشمس القمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو الذي أنشأكم من نفس
واحدة فاستبقوا واستودع ونفصل الآيات لقوم يفقهون. هو الذي أنزل من السماء ماء السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء يقولا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وليرضوا وليغتنموا ما هم مغتنمون أفغير الله أبتغي ملكا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربه بالحق فلا تكونن من المفترين فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يقولون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وكلوا بآيات المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم جادعوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله لو دار السماء عند ربهم هو وليهم بما كانوا يعملون
الحيوان ويوحشهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر
ومن البقر والغنم حرمنا
فيعبد الذنود رب الرحمن رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند لكم من علم فتخرجوه لنا وإذا أمروا لا تحرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا أقلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبأمر الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فقد
فمن أضلت منا كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون هل يرون إلا قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها
إنا جعلنا الشياطين أولياء
وإذا فعلوا الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال اذكروا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس من النار كلما دخلت أمة لعنت إثنها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا واقعا من النار قال لكل ربكم ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم أخراهم فما كان لكم علينا
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن كرب غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونزعنا ما في صدورهم من غل وتجري من تحتهم الأنهار وقالوا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا قال وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخر كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها هم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.